أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيلي. نبدأ حلقتنا بثلاث حكايات رابطها المشترك والنجاح وكذلك البكاء. الحكاية الأولى ظاهرة غريبة جدا تجتاح اليوتيوب المغربي، ظاهرة جديدة من طبيعة الحال بين الحين والآخر، بحيث يطلع علينا أشخاص سواء في بث مباشر أو عبر فيديوهات ببكاء حار ودموع واستعطافات، يستغيثون أنهم تعرضوا إما للنصب أو الاحتيال أو المرض أو أشياء من هذا القبيل، أو أن قناتهم على باب الإغلاق. الوسيلة بسيطة جدا، الوسيلة بسيطة جدا، مزيد من البكاء، مزيد من التمثيل، دور يعني الدور ديال البكاء من أجل تحقيق مزيد من المتعاطفين والمشتركين وشهرة القناة وتحقيق مزيد من الأرباح. ظاهرة أقل ما يقال عنها أنها ظاهرة غير صادقة، وأنها يعني تحمل الكثير من التعاطف وتحمل كذلك الكثير من الأسى. أتمنى حقيقة ألا يصدق هذا الكلام وهذا القول على اليوتيوبرز المغربية بكوريا الجنوبية ساراجو التي تعرضت أو التي خرجت في بفيديو تبكي بحرقة شديدة أنها تعرضت لشلل نصفي بوجهها بعد خضوعها لجلسة علاج بالإبر الصينية. نتمنى لها العلاج، ونتمنى كذلك أن تختفي ظاهرة البكاية والبكائين والبكاءات من اليوتيوب، ولا أريد أن أسوق نماذج كثيرة، يعني أقل ما يقال عنها تلك التعليقات التي يعني تثير الضحك والسخرية. على الإنسان أن يؤمن بالعمل وعلى تقديم محتوى جيد يليق بنا كمغاربة وكعرب، بعيدا عن البكاء وبعيدا عن هذه العلاقة الملتبسة بين المقدم أو بين القناة وبين المشاهد، أن تكون العلاقات واضحة دون التلاعب بمشاعر المشاهدين والبحث فقط عن نسب مشاهدة عالية ودر دموع التماسيح والتمثيل الجيد في دور البكاية والبكاءات. أتمنى أن يمكن النظر إلى المحتويات الإسبانية والأمريكية والفرنسية، لن تجد مثل هذه ظواهر، يعني ظواهر البكائي، ظواهر هذه الظواهر ديال 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 البكاية. الخبر الثاني وهو خبر جميل جدا، فوز الكاتب والروائي المغربي عبد الباسط سخنيني، عبد الباسط سخنيني من مواليد مدينة بركان، بجائزة الطيب صالح للإبداع العالمية، يعني في دورتها الحالية أو الدورة العاشرة، صنف الرواية فبراير 2020 بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن رواية موسم سقوط الأوراق الميتة. فيما احتل الكاتب المغربي السعيد الخيز المرتبة الثالثة. هنيئا للكاتبين
ولكن تعليقنا لماذا لا يحتفى ولا لماذا لا يحتفي الإعلام المغربي بهذا التتويج المستحق عبر القنوات الوطنية ويتم تعريف الجمهور الناشئ والمغاربة كذلك مغاربة الداخل والخارج على قيمة هذه المسابقة وأهمية الروايتين ويعني التعريف بهذين الكاتبين. بدوري أهنئ هذين الكاتبين يعني سعيد الخيز وكذلك عبد الباسط سخنيني بهذا التتويج، وأن دور الإعلام الحقيقي ليس فقط البحث عن المواضيع التي تجلب المشاهدات والبوز والفضائح، بل الإعلام الحقيقي هو الذي يقدم خدمة إعلامية للمواطن المغربي بالتعريف أو بإحاطته بكل ما يلزم في موضوع ما. أنتقل للخبر الثالث وهو خبر إيجابي ويحمل الكثير من الطاقة الإيجابية للقارئ المغربية خولة خولان التي مثلت المغرب في المسابقة القرآنية بسلطنة بروناي والتي حلت ضيفة شرف، وكرر العبارة ضيفة شرف باعتبارها أول مغربية وعربية تفوز بجائزة في حفظ القرآن بدولة ماليزيا سنة 2012 ودولة اندونيسيا سنة 2014، وحظيت بتكريم شخصي، كنسطر عليها بتكريم شخصي من قبل سلطان بروناي. كان نوع تاع الخبر مزيان. المفاجأة أنها زارت قصر بروناي المسمى بندر سارة والذي يتكون من 1788 غرفة وبعض الغرف المرصعة بالذهب والألماس و257 حماما وموجودات الله أعلم شنو فيها مرصعة بالذهب وبالفضة، وكراج يتسع إلى 110 سيارة، ويحتوي القصر كذلك على 650 لوحة، أقل لوحة لا تقل عن 150 ألف أورو، ويحتاج الزائر إلى 24 ساعة ليتفقد كل حجرة لمدة 30 ثانية. وبالقصر كذلك بحيرة تضم 10 أنواع من الدلافين. ويحتل السلطان بعدما أزاح والده بانقلاب أبيض الرتبة الثالثة عالميا في قائمة أثرياء العالم. تعليقنا البسيط، سيكون السلطان سخيا مع القارئة خولة الخولاني وهذا لا شك فيه، ولكن أيضا عليه ألا ينسى سلطان بروناي أعداد الفقراء والكادحين في الجزيرة والمتسولين، السخاء والجود والكرم يبدأ من الداخل وليس من الخارج. نأتي على نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، كان معكم عبد الله، كل المودة والتقدير، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.